لو الحكاية فيها إن فيتو اللي تحبه في تشكيل المنتخب النهاردة؟ هو التشكيل كل مرة يعني، بس هو ممكن يضيف عناصر يعني، ممكن يلعب عمر جابر اللي هم بيلعبوش كتير، ممكن علشان مروان محسن اتصاب يعني ممكن يخلي اثنين مهاجمين بس، صلاح وتريزيجيه وصلاح وكهربا، او ممكن يخلي تريزيجيه وكهربا وصلاح من تحتهم يسند، يبقى زي ما هي 4-3-3 بس صلاح يسند من تحت علشان هو فاتح الاطراف جدا. والماتش بتاع النهارده يعني هم لياقتهم البدنيه اعلى وسرعة، فلازم يبقى قافل ورا كويس يعني 4 على الاقل، واحد ديفيز يعني، بس نفس التشكيل بتاع المره اللي فاتت. طب في حد في المنتخب انت مش حابه يكون في المنتخب، حابب حد بداله؟ لا، هو تقريبا خد الناس اللي يعني حتى لو مهاره اقل بس رجوله اعلى يعني. اكيد محمد صلاح، والنين عشان لما لعب امبارح، لما لعب الماتش اللي فات لما ما لعبش كان ليه تاثير، واحمد فتحي ومحمدي وطارق حامد اكيد برضو، ويلعب كهربا مكان مروان عشان اتصاب، وعبد الله السعيد برضو اكيد، وفي ناس كتير برضو تاني المفروض يلعبوا. في حد انت مش عايزه يلعب بيلعب وانت مش عايزه يلعب؟ شايف ان عصام القدري هو الاولى يعني، يقف في راس المرمى، وباك يمين يقف احمد فتحي، وباك شمال ينزل عمر جابر. عمر جابر كده ما كانش فرصته، وعلي جابر احمد حجازي دول اكيد لازم يبقوا موجودين. الخط الوسط النني مصاب، ممكن نحط مكانه طارق حامد وعبد الله السعيد، في الثلاثه اللي هجوم هنحط كهربا ورمضان صبحي ومحمد صلاح، ممكن تريزيجيه ينزل بدل رمضان، وفي راس الحربه الناس احمد كوره. احمد حسن ممكن ما يكونش كده. في حد في المنتخب انت مش عايز يبقى في المنتخب او عايز حد بديل ليه؟ احمد حسن كوره، عايز مثلا باسم، اي حد تاني راس حربه، بس يكون مثلا كده مش متاقلم مع احمد فتحي ده اساسا حبيبي، لان يفكرني بمجد عبد الغني، راجل في الملعب. وبسم الله الرحمن الرحيم، محمد صلاح عشان في ثلاثه كده بيقفشوه بيعمل شغل، و خط ببلاش وخط الظهر اهم علي جبر، علي جبر وزير الدفاع، مش شمال باليمين مش مخلي حاجه. والنهارده يعني هو اكتر واحد طول ما يلعب احمد فتحي في الماتش انا مستريح جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم، عايز كهربا حتى يلعب من نص الشوط، مش ينزله في اخر ربع ساعه ولا في اخر نص الشوط او الشوط الاولاني الشوط الثاني كله، لان كهربا بيعمل ازعاج وبيدي روح للعيبه زي عصام الحضر. عصام الحضر الاخر بيدي روح للعيبه جامده، وبيقعد يشجعهم ويصحبهم ويخطط لهم، ومدرب يعتبر مدرب كمان. ربنا يكرمهم النهارده ان شاء الله 2-1. لا كلهم حلو، التشكيل اللي فات حلو 10 على 10 يعني. حابب تقول حد تاني؟ ينزل رمضان صبحي ينزل في الهجوم. في حد تاني عايزه يطلع مثلا وعايز بديل ليه ولا؟ انا عايز عمر جابر يلعب ناحيه اليمين، ويبقى المحمدي جنب منه، واحمد فتحي يبقى في النص، والمحمد يخش مكان احمد فتحي برضه في النص، ويبقى عمر جابر ورا الخط. محمد صلاح ان شاء الله يعني هيدخل جول، هيفرح مصر ان شاء الله زي كل مره. طب في حد تاني حابب يكون في المنتخب النهارده؟ هو احنا عوضنا واحد بس وراح مننا، هو رباط صليبي بقى.